كده الحالة استقرت كتير. بتتكلم بجد ولا بتقولي كده بس عشان اطمن؟ بصي، هو كان عايز نقل دم، بس المحاليل هتعمل نفس المفعول على مدى أطول شوية. طب وإيه اللي هيحصل بعد كده؟ ولا حاجة، هتقومي تروحي عشان ما يقلقوش عليكي، ونبص اللي هم موجودين هنا قدامنا. صح، بس ممكن أطلب منك طلب؟ ممكن بس تخلي التليفون جنبك عشان لو قلقت وعوزت أكلمك ترد عليا على طول؟ ما تقلقيش، لو في أي حاجة هكلمك على طول. أنا تعباك معايا قوي. لو ما كنتش واثقة من جواكي إن أنا أعمل لك أي حاجة أنت عايزاها، ما كنتش طلبت مني. أصل أنا خايفة إن أنت تزهق مني. مش هزهق. شكرا، أنا همشي بقى وأبقى أطمن عليكم.